الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم عن سنن لقاء الناس. أول سنة وهي السلام. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هذا الحديث رواه الإمام البخاري وأيضا الإمام مسلم. دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس فقال صلى الله عليه وسلم عشر. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه ثم جلس فقال صلى الله عليه وسلم عشرون. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس فقال صلى الله عليه وسلم ثلاثون. هذا الحديث رواه أبو داود وحسنه الترمذي. فانظر كم أضاع على نفسه من الأجر من يكتفي ببعض السلام. بعض الناس يقول السلام فقط من غير أن يكمله حتى يأخذ 30 حسنة، والحسنة على أقل تقدير لها بعشر حسنات، فيكون المجموع 300 حسنة. قد تزيد الحسنات إلى أضعاف مضاعفة. فعود لسانك يا أخي الحبيب على إكمال لفظ السلام كامل حتى تحصل على هذا الأجر العظيم. ويلقي المسلم السلام في يومه وليلته مرات ومرات، وهو يلقي عند دخوله إلى المسجد وعند الخروج منه وعند الدخول إلى البيت وعند الخروج منه وفي العمل أيضا. ولا تنسى يا أخي الحبيب أن من السنة لمن أراد أن يفارق أحد من الناس أن يأتي بالسلام كاملا، لحديث إذا انتهى أحدكم من المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يفارق فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي. مجموع ذلك عندما يحافظ المسلم على السلام في دخوله وخروجه من المسجد والبيت لا يقل عن 20 سنة، وقد يزيد على ذلك عندما يخرج إلى العمل ومن يراه من الناس والطريق ومن يكلمه في الهاتف أيضا. السنة الثانية وهي الابتسامة. فقد قال صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. السنة الثالثة وهي المصافحة. فقد قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا قفر لهما قبل أن يتفارقا. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه أيضا. قال الإمام النووي أعلم أن هذه المصافحات مستحبة عند كل لقاء، فاحرص يا أخي الكريم على أن تصافح بالسلام عليه الكامل وأنت مبتسم في الوجه، وبذلك قد تكون طبقت 3 سنن. السنة الرابعة وهو الكلمة الطيبة. قال صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة، وهذا الحديث رواه البخاري والإمام مسلم. والكلمة الطيبة تشمل الذكر والدعاء والسلام والثناء بحق على الرجل ومكارم الأخلاق ومحاسن الأدب والأفعال. أيضا الكلمة الطيبة تعمل عمل السحر في الإنسان، تريح نفسه وتدخل الطمأنينة على قلبه. الكلمة الطيبة أيضا دليل على ما في قلوب المؤمن من نور وهدايا ورشد. والله أعلم.